مساكم الله بالخير والنور والسرور. بسوي اليوم معاكم بإذن الله حشوة تنفع للمحاشي عموما، تنفع ورق العنب، تنفع الملفوف، تنفع المحاشي عموما بشكل عام. راح نفرزنها. إذا كنتي حابة تفرزنين حشوتك اطبخيها شوي، أما إذا أنتي ما راح تفرزنينها أو ما لك نية تفرزنينها، حطي كل المكونات مع بعض واخلطيها وبعدين استخدميها. أنا اليوم بفرزنها عشان اخذ حاجتي خلال هاليومين، يمكن او يمكن اليوم الله اعلم، بسوي ملفوف مره نفسي فيه، بس ان جسمي صراحه مره تعبان ومتبهدل اليوم، ما فيني يعني، يا دوب لو سويت هذه زين. فبسويها وفرزنها ونخليها الوقت الحاجه. بتوفر عليكي وقت وطعمها بنفس الوقت لذيذ، واكيد اكيد وصفتنا برعايه اليوم بهارات توليف اللي هي بهاراتي. طبعا عندي بصل. شوفوا المحاشي عموما الحشوة نفس التبولة، اللي تحطينها في التبولة حطي فيها، بس انت بعدين تضيفين اضافاتك. فعندي البصل، واللي حابة تضيف بصل اخضر بيعطيها طعم حلو، نسينا نقطع بصل وطماطم وبقدونس. انا حابة اضيف الكزبرة، وفي ناس تضيف الشبت، انا ما ضفته. فلفل بارد هذا اضافي اليوم، نعناع حطيت مجفف ونعناع عادي، معجون طماطم وليمون. تقدرين تستغنين عن معجون الطماطم، يعني في ناس ما يحبون ورق العنب، انا منهم. بس في حشوتي اليوم حشوه مره لذيذه، حتى في ورق العنب بحطه. وزيت زيتون وملح فلفل اسود ونعناع مجفف. عندي بهار السمبوسه والمحاشي، بس هم البهارات اللي بستخدمها. ابي فيها لذعه حراره، فبحط فيها بهار صرار حايل حقي اللي هي طماطم مجففه وبابريكا وفلفل حار، وبحط بديل الماجي الابيض. تقدرون بعد بنات تجهزون الملفوف نفسه، ورق العنب نفسه، تقدرون تلفونه وتجهزونه. بس في محاشي ما تتجهز، من ما تتفرزن، فعشان كذا بنسوي الحشوة بنفرزنها عشان بعدين، بس أي نوع من أنواع المحاشي، الكوسة، الباذنجان، البطاطس، هذه الشغلات تكون جاهزة عندك. فيلا ننتقل إلى الفرن. أول شيء هنا راح نحط زيت الزيتون، كمية تقريبا تعتبر وفيرة من زيت الزيتون، بخليه يسخن شوي، لا تخلونه يسخن كثير. في هالمرحلة راح أضيف البصل ونخلي البصل يذبل ويأخذ له لون ذهبي، كل ما أخذ له لون كل ما كان أحلى بكثير. نحمص لين يأخذ له اللون اللي حنا نبيه. طبعا لسه ابغى بعد ياخذ له لون. بنات في البعض من الاستفسارات اللي متوقع انها تجيني، اذا فرزنت ورق العنب او الملفوف او كذا وطلعته تتكسر حبه الرز، تتكسر اذا انت طلعتيه وخليتيه يفك. اذا انت فرزنتيه عموما من الفريزر على القدر على الفرن على طول، يعني لا تخلينا يفك علشان حبه الرز حقتك ما تتكسر. قدوري هذه كذا متاكده راح تجيني عليها استفسارات، واللي تسوي سكيبتر ما راح اجاوب. القدور هذه سيراميك تركي من قصر الأواني، وعندي جرانيت تركي، هذه عفوا كوري، سيراميك كوري من قصر الأواني، وعندي جرانيت تركي أيضا من قصر الأواني. بالنسبة لي أحب الجرانيت التركي مرة، ويعيش كثير وكويس، وحتى السيراميك هذا مرة كويس، عشان كذا سويت فيه اليوم، قلت عشان ما أبغى يتلصق أو شيء. شوفوا هذا اللون بالضبط اللون اللي أنا أبيه، فراح أضيف عليه الآن الطماطم. وأبغاها تذبل، وبضيف أيضا الفلفل البارد. الفلفل البارد اختياري مش ضروري، بس حلو عموما. حشوة المحاشي هذه تقدرين تضيفين لها لحم مفروم لما تجين تفكينها من الثلج وكذا، ضيفي مقدار اللحم المفروم حقك اللي تبينه لها، لأن بعض المحاشي يكون فيها لحم مفروم. بنخلي يذبل شويات كذا على راحته. ممكن تضيفين له المعجون الحين، عشان بعد المعجون كل ما انحمس كل ما كان أحلى. هذا من وراء الكواليس بنزله، ما عليكم. ايش كنت بقول لكم؟ شفتوا الكشنه اللي سويتها وفرزنتها؟ تقدرين لما تسوين المحاشي حقتك تخلينها تذبل وتضيفينها مع خليط السقي او التسقيه حقت المحاشي. الان في هالمرحله راح نضيف الرز. الرز بس مغسول، ما يحتاج لا نقع ولا شيء، بس مغسول. رز مصري طبعا، لان بنفرزن أنا سويت 3 كاسات، أنا عادة أسوي كوب واحد وزيد، فبخلطه ولا بحط البهارات أو بعدين أخلطه. بنضيف بهاراتنا اللي هي ملح فلفل أسود ونعناع مجفف، نعناع مجفف يعطي طعم مرة حلو. هنا بنضيف بهاراتي،
قلت لكم بس ضيفوا بهار المحاشي يكفي ويغني عن اي بهار اخر، بس لا تحطين بهارات ثانية. طبعا الماجي انا بستخدم اليوم بديل الماجي الابيض، نفس الماجي خضار مشكلة، شايفين خضار، مجموعة خضار مش مشكلة عفوا مجففة، وما فيها طبعا كركم، فبحط ماجي الملعقة الكبيرة تعادل مكعب، بس هذا ابيض ما في بهارات يعني. واصرار حايل بضيفة لاني ابي فيها لطشة حرارة صراحة، فبضيف شيء بسيط ما راح اكثر، بالنسبة لكميتي هذا يعتبر شيء بسيط. اصرار حايل مسوينة ترى من قلب، ما راح تلاقين زي اصراري، احلى من اصراركم يا بنات حايل. ونخلط مكوناتنا مع بعض. نقلب الاشياء هذه مع بعض. ريحة شهي شهي. طيب شكلي بسوي الملفوف اليوم، بضيف عصير الليمون شويات بس بخلطها، وبعدين بضيف شوية موية وخليها تطبخ فيها شوي موية، ما راح نكثر، بتشوفون معي بعد شوي. هديت الحرارة خليتها وسط، وراح أضيف مقدار من الموية، بس هذه المقدار يعني تخيلوا على 3 أكواب بس حطيت كوب واحد. وخلاص راح أخليه يطبخ فيه شويات لين تنشف موية الموية يعني. لاحظوا بنات لسه ما أضفت الورقيات، بضيفها بعدين لما نخلص وتبرد شوي حشوتي، أو حتى مش لازم تبرد مرة بس تبرد شوي، بضيف الكزبرة والنعناع والبقدونس، ولا حابة تضيف الشبت، أهم شيء لا تنسين النعناع. وراح نغطيها ونخليها الآن تطبخ على حرارة متوسطة، حطيتها على رقم 5. طبعا الرز بنات ما يستوي سوى كامل، ريحة الشهي تشوق تشوق من قلب، خلاص بطفي عنه وبوديه هناك يبرد. قلت لكم خلوه يبرد، بس ما ادري ايش فيني عجله. المهم طبعا تذوقته حب، طبعا بنحط طبعا البقدونس والكزبرة، طبعا هذا اخر بقدونس وكزبرة عندي، ولا المفروض الكمية تكون اكبر. بكتب لكم المقادير بالضبط بالضبط، وما ننسى النعناع. زي ما قلت لكم انا طالبة من تطبيق بس قالوا لي يوصل لأحد، سنبحث من جديد، اذا في موجودة زيادة بعد بقطع وضيف. لا احسه كويس، لا يحتاج زيادة ولا شيء، المهم يعني لو اكثر بيكون احسن بعد. لا تنسون حطيت لكم، بحط لكم موقعنا الالكتروني، وبحط لكم نقاط البيع. اذا انتم حابين في منطقتكم ما في وتعرفون اسر منتجة، اعطوهم رقمنا وخلوهم يتواصلون معنا علشان نقدر نوفره معاهم. كثير يقولون لي حطيه في قطوف وحلى، احنا الى الان صراحة ما نقدر نحطه في قطوف وحلى، ما اتفقنا معاهم على البهارات الجديدة، موجودة عندهم القديم وعليها عرض مميز جدا في قطوف وحلى، فاذا اتفقنا مع قطوف اكيد بنوفر. فانتوا شوفوا لنا، انا ما اعرف الان محلات الاسر او سوبر ماركتات الصغيرة الموجودة في مناطقكم، اعطوهم رقمنا وخلهم يتواصلون معنا باذن الله نوفره. اليوم استخدمت بس بديل الماجي الابيض، بهار السمبوسة والمحاشي اللي انصحكم ما تستغنون عنه، وبهار اصرار حايل.